عشان تقدر انك تستضيف وفود من اكتر من 190 دولة واكبر قادة وزعماء العالم ان هم يكونوا عندك هنا في اراضي مصرية في شرم الشيخ عشان يشاركوا في قمة المناخ، ده ما كانش هيحصل بدون تحقيق منظومة حقيقية من الامن والاستقرار. انت بتتكلم من اكبر قادة في العالم، كل قادة العالم تقريبا يعني كانوا موجودين عندك، من رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، ولي العهد السعودي ماكرون، رئيس فرنسا جورجيا مالوني، وزير رئيسة الوزراء الإيطالية، وغيره من العديد من كبرى الدول العالمية كانوا موجودين على الأراضي المصرية. أن يكون عندك انطباع حقيقي عام ودولي على أن مصر دولة آمنة ومستقرة، ده اللي مصر قدرت أن هي في الحقيقة تعمله في الثمان سنين اللي فاتوا. خلونا نشوف التقرير اللي جاي. الملف الأمني والقضاء على الإرهاب من بين أبرز الملفات الشاهدة على النجاحات التي حققتها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد بذلت الدولة المصرية جهوداً كبيرة في ملف مكافحة الإرهاب على الكثير من الأصعدة الداخلية والخارجية، والتي جعلت مصر في مقدمة الدول التي تكافح الإرهاب، وكانت نموذجاً لكل دول العالم في الحرب على الجماعات الإرهابية، والتي سعت بتمويل ودعم من دول معادية للنيل من مقدرات الدولة المصرية، إلا أن مخططاتهم باءت بالفشل. حروب ومواجهات عديدة قادتها الدولة المصرية للحفاظ على الشعب المصري الذي وقف بجوار مؤسساته وجيشه وشرطته وقيادته من أجل محاربة تلك الجماعات الإرهابية التي حاولت إسقاط وتدمير الدولة المصرية وتنفيذ مخططاتها التدميرية، إلا أن الجهود والتحركات التي قامت بها الدولة المصرية أوقفت جميع تلك المخططات الإرهابية وكبدت تلك الجماعات خسائر عديدة طوال تلك السنوات. وعلى مدار ثمانية أعوام نجحت الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كسر شوكة الإرهابيين ودحر الجماعات التكفيرية والإرهابية، سواء في سيناء أو في جميع أنحاء البلاد، عبر بناء استراتيجية متكاملة لمكافحة الإرهاب. وامتدت أذرع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لتوجيه ضربات قوية للعناصر الإرهابية التي كانت تهدد أمنها القومي، وأحبطت أيضاً الكثير من العمليات الإرهابية التي كانت تستهدف تقويض الاستقرار ونشر الفوضى، وهو ما قابلته الدولة المصرية بحسم للقضاء على كل التنظيمات المتطرفة التي تهدد أمن واستقرار الدولة المصرية.